صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي عم تحضروني فيه. المهم تكون كل أوقاتكم سعيدة وكلها طاقة إيجابية. حابة رحب فيكم كلكم وإلكم أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيدة بوجود الكل. ولكل المشاهدين اللي عم يحضرونا وبعدهم ما اشتركوا، يلا 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 اشتركوا بسرعة وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. ولكل المتابعين حبايبي لا تنسوني باللايك لايك 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 وشير، أوكي؟ أما اليوم حبيت أكسر الروتين تبع المطبخ ونطلع هيك بجولة حلوة، كونه الطقس اليوم يعني فينا نقول يوم شتوي دافي، يعني تقريبا هلا عنا درجة الحرارة 3 بس فوق الصفر. فقلت استغل هيدا اليوم بجولة حلوة معكم ونستمتع فيها ونكسر الإيقاع تبع الطبخ اليومي. فهلا حبايبي خليكم معي بهيدي الجولة الحلوة لحتى نستمتع فيها مع بعض. وهلأ رح خبركم وين نحنا اليوم. جولتنا حتكون بحديقة النصر بابيتا بارك بستافروبول بروسيا، أوكي؟ وهلأ حبايبي يلا يلا خليكم معي لحتى نستمتع بهيدي الجولة، أوكي؟ يلا يلا. هلا حبايبي مثل ما لكم شايفين بدي حاول شغله، ما بعرف بدي جرب. شايفين والله سريع. رجعنا لأيام زمان عصر الديناصورات. بتحسوا عن جد حقيقي، يعني بيعطيكم هيدا الإحساس. هاي حركت ديناصور بعشرة روبل. ومثل ما لكم شايفين حبايبي فعلا الحديقة كبيرة كتير كتير، وقت ما مشينا فيها ما بتخلص يعني على مد عينكم والنظر، بس فعلا حلوة كتير كتير. ما بعرف هلا بمعظم الدول في حدائق، بس هون الحدائق اللي بيميزها انها كبيرة كتير، أو تقريبا شو ما بدكم فيها، في كافيهات في مطاعم، يعني فيه الإنسان يستمتع بنهاره بكم ساعة حلوة بقلب الحديقة ويتمشى ويأكل ويشرب. فإن شاء الله هيك بتكون أيامكم كلها حلوة يا رب. وما بعرف يعني حلو إنه واحد يمشي بالطبيعة، ما هيك؟ يعني طبعا اجواء الشتاء بتختلف عن اجواء الصيف. يمكن لو كان هيدا المشوار بالصيف حتلاقوا كتير في ناس وكتير عجقة والاطفال عم بيلعبوا بالالعاب، بس لانه شتاء فبتلاقي نسبة الناس اقل. بس يعني هذا ما بيمنع انه لازم الواحد يتمشى مازال الطقس دافي شوي، لانه فعلا بيطلع حلو. كمان في كلاب عم بيلعبوا وبيتسلوا. يعني هدول الكلاب يجوا صاروا يتفرجوا علي، بس عدت على خير. Thank you.
هون حبايبي زو بارك، مدخل زو بارك. هلا بنشوف شو في زو بارك، بس طبعا انا ما بدي فوت جوله خارجيه، بس كله بالطريق بنشوفه. يعني شو هالصدفة، لقاء جميل والله مع سنجاب. هلو بريفيت، ما يطلع علي هلا بعد شوي. هوي بريفيت بريفيت كاكديلا صار хорошо. شايفين حبايبي، فعلا منظر ساحر. لكل فصل له جماله وسحره. في ناس كتير ما بتحب فصل الشتاء، ما فيني إلكن لا لازم تحبوه، لا بس فيني إلكن حاولوا تستمتعوا بجمال أي شيء، وخاصة الفصول. يعني هيدا تداخل الأغصان منظر ساحر، فكل فصل له جماله وخصوصيته. يعني تقريبا من أسبوعين أو حتى أقل شوي انه كان ورق الشجر عم يتساقط، هلا شايفين كيف سبحان الله ما في ولا ورقه. يعني الاكيد انه خلص فصل الخريف وبلشت الشتويه. يعني اللي بيعجبني بهيدي الحديقه انه في مسار خاص للدراجات، وحتى في مكان خاص ممكن تستاجر منه اي دراجه تركبها هون بالحديقة، ففعلا بيكون نزهة، بتكون يعني نزهة حلوة وأوقات سعيدة. وهي حبايبي نصب تذكاري ليوم النصر دين بابيدا. طبعا روسيا بتحيي ب 9 ايار 9 مايو من كل سنه ذكرى الانتصار على المانيا النازيه، وعاملين النصب بصراحه بطريقه كتير حلوه من صور المحاربين القدماء مثل ما لكم شايفين. فعلا نصب جميل ومعبر لهي الذكرى الرائعه الانتصار على النازيه. هون حبايبي شجر دائم الخضرة، مثل ما بنعرف الساروسة صنوبر دائم الخضرة على مدار العام، ف
فعلا شكله رائع وبياخذ العقل، والمشوار بهيك طبيعة بيريحنا نفسيا وبيعطينا طاقة جديدة. وبتمنى لكم دايما أوقات سعيدة بقلب الطبيعة. هلا حبايبنا خلونا نشرب مع بعض فنجان قهوة. هلا حبايبي خلونا نجرب مع بعض القهوة. كوفي تايم. كوفي. والله عم تتلخبط اللغات كلها ببعضها. لذيذة طبعا، بالسكر بدون سكر. عادي رواق. حلو كتير من وقت لآخر هيك نكسر الروتين، وخاصة لما بيكون الطقس حلو. يعني فينا اليوم نقول انه الطقس دافي الى حد ما. بروسيا لما بيصير الطقس بارد جميع المشاوير او اذا واحد بده يطلع بتكون الاماكن مغلقة، اما زيارات او اماكن مطاعم او كافيهات، بس كله مغلق. بس لما بيكون الطقس هيك في شمس في شوية دفا، حلو انه واحد يطلع ويتمشى بقلب الطبيعة. وهذا اهم على فكرة من انه نقعد باماكن مغلقة، يعني حتى اذا واحد برد شوي ما في مشكلة يلبس منيح. فبحس بتغيير وكسر للروتين اليومي بالحياة. وان شاء الله هيك كل ايامكم بتكون سعيدة. حاولوا دايما انه لما يكون في روتين مستدام، وخاصة اللي عنده شغل كل يوم كل يوم كل يوم، يعني يكسر ايقاع هيدا الروتين لو ساعة بالاسبوع او ساعتين، تتجدد هيك نفسيته وبيغير جو. فخلونا مع بعض نكسر الروتين. حلو هيدا المجسم. بس ما فينا نلعب فيه طبعا لانه حجمه ضخم كتير. طبعاً هيدي الكافيهات بالصيف بتكون كتير فيها ناس، بس المفتوح هلا بالشتاء اكيد ما في حدا كونه برد. وهلا حبايبي مثل ما لكم شايفين جولتنا لليوم انتهت بحديقة بابيتا بارك. ان شاء الله تكون ايامكم كلها سعيدة، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها مثل ما انا استمتعت بوجودكم معي. بس هلا فعلا حسيت انه صار برودة شوي، حتى الكلام صار يطلع على مهله. فان شاء الله بتكون كل ايامكم دافية حبايبي. واذا عجبتكم جولتنا لليوم لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم فيها. اوكي، ولكل المشاهدين اللي عم يحضرونا وبعضهم ما اشتركوا، يلا 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 اشتركوا بسرعة وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. اوكي حبايبي، والفيديو الجاي الفيديو الجاي في عنا كتير وصفة مميزة ومعظم الناس بتحبها وعملتها بتكاتي وحركاتي، فلا تنسوا تحضروا حبايبي الفيديو الجاي. وهلا آخر شي آخر شي، لا تنسوا لايك 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 لايك. باي باي.